بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مرحبا. هل تريد أن تتعلم اللغة العربية الفصحى؟ هل تريد أن تتعلم العامية المصرية أو اللهجة المصرية؟ هل تريد أن تتعلم الحديث وعلومه؟ هل تريد أن تعلم أولادك اللغة العربية والقرآن الكريم وعلومه؟ هل تريد أن تتعلم الفقه والسنة؟ هل تريد أن تتعلم البلاغة والأدب؟ هل تريد أن تحصل على الطلاقة في اللغة العربية في وقت قصير؟ هذا وأكثر ستجدوه معي إن شاء الله. أنا الأستاذ محمد فؤاد. أنا مصري وأعيش في مصر، ولغتي الأم اللغة العربية. أنا معلم اللغة العربية والعلوم الإسلامية. لقد درست اللغة العربية حتى حصلت على ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية دار العلوم، ثم حصلت على دبلومة التربية، ثم حصلت على دبلومة المعهد العالي للدراسات الإسلامية، ثم حصلت على تمهيدي ماجستير في المعهد العالي للدراسات الإسلامية. وها أنا الآن أعمل في مرحلة الماجستير في قسم النقد والبلاغة في المعهد العالي للدراسات الإسلامية. أنا هنا أدرس اللغة العربية الفصحى والعامية ووسائل الإعلام. بالإضافة إلى ذلك، أنا أدرس العلوم الإسلامية، القرآن الكريم وعلومه، الحديث وعلومه، الفقه وعلومه، السنة وعلومها، البلاغة والأدب. لدي خبرة واسعة في تعليم اللغة العربية وآدابها. لدي خبرة واسعة في تعليم القرآن الكريم وعلومه. لدي خبرة واسعة في تعليم الحديث وعلومه. لقد درست اللغة العربية أكثر من 11 عاماً لجميع الجنسيات ولجميع المراحل العمرية ولجميع المستويات، مبتدئ، متوسط، متقدم. وقد درست العديد من المناهج، مثل كتاب اللغة العربية بين يدي، والكتاب الأساسي، وكتاب المدينة المنورة، وكتاب جامعة الإمام محمد بن سعود، وكتاب آنستونا، وكتاب كلمني عربي بشويش. إذا أردت الطلاقة في اللغة العربية في وقت قصير، سأكون سعيدا لتعليمك مهارات اللغة العربية وآدابها، القراءة والكتابة، النحو والصرف، البلاغة والأدب، الاستماع والمحادثة. أنا هنا لخدمتكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.